السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور عدنان قنبر، باحث في جامعة كارلسروه ألمانيا. اليوم راح نتكلم معكم عن تحديد درجة القرابة الوراثية باستخدام الصفات الظاهرية والوسمات الجزيئية، وراح نغطي نوعين من التحاليل الإحصائية تستخدم في تحديد درجات القرابة الوراثية. الأول هو تحليل عنقودي أو ما يسمى بالإنجليزي Cluster Analysis، والثاني هو Principal Component Analysis أو ما يسمى تحليل المكونات المبدئية. طبعا الطالب يهمه شيء أساسي، هو كيف يقوم بإجراء مثل هذه التحاليل باستخدام نوع معين أو software معين بسيط بالنسبة له، لا يعتمد على الأوامر بشكل كبير. منهم مينيتاب، إذا نتكلم عن سوفت وير هو مينيتاب فيرجن 17. هذا السوفت وير متوفر على الأونلاين فري مجاني لمدة شهر، ويمكن أن تجد أيضا فيرجن قديم لكنه أيضا جيد مجاني وهو أوبن. إذا الفكرة جاءتني في هذا بعد أن سألني بعض مجموعة من طلبتي في ليبيا وفي سوريا عن آخر بحث نشرته، هو بحث يتعلق بالبيودايفرسيتي، وتكلمنا فيه هون في هذا البحث عن تصنيف ثلاث أنماط من الذرة البيضاء أو الذرة الشامية، النبات الذرة البيضاء أو الذرة الشامية. النمط الأول أو الطاب الأول هو سويت أو السكرية، والثاني هو جرين، والثالث هو الفورج. الجرين يعني الحبية، والفورج يعني العلفية. إذا هذا البحث نشر قبل في جانوري قبل، ونشر الشهر الماضي. الأصناف اللي معنا موجودة في قائمة هنا، يمكن مشاهدة السويت. أصناف السويت هي الخمس أصناف، أربع منهن من الهند عالية السكر، تستخدم لإنتاج الوقود الحيوي، وأيضا الآن بدأ باستخدام البيوبلاستيك، البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، فبدأ يستخدم بيوبلاستيك من هذه الأصناف. يمكن أن تحلل هذه البيوبلاستيك خلال سنة بدل أن ننتظر 500 سنة. وأيضا نلاحظ هنا هذا الصنف هو الصنف لنا، طورناه خلال وجودنا في سوريا، أيضا في ألمانيا 3 سنوات في سوريا وأربعة في ألمانيا. هذا الصنف سوف يسجل باسم KIT، اسم الجامعة 1، اسم الجامعة التي نحن فيها، خلال السنة القادمة بإذن الله. أيضا لدينا مجموعة من الأصناف، وهنا أربعة، هي الجرين، الكيمياء، السبيديا، والبيام. إذا الكيمياء والسبيديا والبيام إذا هي أصناف حبية، ومنها صنف سوري، هي كلها أصناف إيرانية، وهناك صنف سوري هو رزينية. أيضا عندنا أصناف العلفية هي KFS2 سبيد فيد، هي أصناف أسترالية، وبيجا هو صنف إيراني. رح نتكلم، نلاحظ هنا أنه كيف قمنا بإجراء تحليل العنقودي. هنا لاحظ هذا هو التحليل العنقودي الذي بين ان كيف الاصناف الحبيه الكيمياء والسبيديا والبيام الايرانيه كلاستر لوحدها، بينما الاصناف السويت او السكريه والاصناف العلفيه عملت عنقود لوحدها. نلاحظ من ضمن هذا العنقود الكامل هناك سب جروب او تحت مجموعه فقط خاصه بالصنف الخاص بنا وهو ايضا سويت. ونلاحظ هنا أيضا تحليل ما يسمى بالبرنسبل كومبوننت أناليسيس اعتمادا على تو كومبوننت. إذا الخطوة الأولى بالنسبة للصفات المورفولوجية، إذا نذهب إلى قائمة ابدأ ونفتح السوفت وير الخاص في الميني تاب. إذا نضغط عليه هنا
ثم تفتح لدينا النافذة. هو سوفت وير بسيط جدا يعمل على الويندوز، لا يحتاج إلى أي أوامر، فقط القائمة تكون أمامك، قائمة الاختيار، ولا يحتاج إلى حفظ بيانات بأي نوع من النمط الملفات، إنما فقط كوبي من صفحة الإكسل ووضعها في هذا الشيت. هي شبيهة مشابهة تماما لصفحة الإكسل في الأوفيس. إذا الآن نذهب إلى الصفات المورفولوجية التي معي. هذه هي صفاتي، هي للأصناف التي معي. عندي أنا كما قلت عندي 1 2 5 و4 و3، عندي 12 صنف من الذرة البيضاء أو الذرة الشامية، وعندي 10 صفات. هذه هي الصفات موجودة معي. صفة مثلا بلانت هايت، طول النبات بالسنتيمتر. عندي أيضا ليف نمبر بالعدد نمبر، وعندي جرين ليف اريا بالسنتيمتر مربع، و فريش بايوماس وما شابه، ايثانول وشوغر ييلد. كل هذه الاصناف الصفات المتغير الاوبزرفيشن القراءات تم وضعها على شكل متوسط. اذا هنا ناخذ المينز ولا ناخذ individual values القيم الفرديه، ناخذ متوسط. قم بعمليه كوبي فقط البيانات مع اول عمود باسماء الصفات كوبي، ثم نذهب الى صفحه القريبة من إكسل للميني تاب، ونضغط ونختار، لا نختار هذه الخلية، إنما نختار الخلية، أول خلية في الزاوية ما بين الـ 1 والـ C1 وهي اللون البيضاء، نعمل بيست. إذا ظهرت معي الآن الأرقام. كيف نقوم بإجراء كلاستر أناليسيس؟ بسيط جدا، نذهب إلى ستات ثم مالتي فاريت ثم كلاستر اوبزرفيشن. كلاستر اوبزرفيشن نضغط فتظهر لدينا هذه النافذة الصغيرة. يظهر هنا الكلاستر اوبزرفيشن معي من C2 ل C11. إذا هذه C2 ل C11، لاحظ إذا هذه C11، هذه هي البيانات التي معي. لم يظهر C1 لأن هي ليست بيانات إنما هي أسماء الأصناف. إذا نقوم باختيار هذه الخلايا من C2 ل C11 من الأعمدة، ثم نضغط Select. الأمر الثاني هنا نختار نوع اللينكيج ميثود التي تريدها، وهذا يعتمد على الطريقة اللي أنت تختار، لا يمكن لي أن أختاره لك، إذا تعتمد على نوع البيانات التي تريد تحليلها. فأنا اخترت، هناك كثير من الطرق، من بعض هنا اختاروا بعض منها الـ Average والـ Complete والـ Single، أنا اخترت Word Method. ايضا the distant majors بيساعد بناء على اليوكليديان. اذا اليوكليديان انا اخترت اليوكليديان، في ناس تختار سكويرد يوكليديان، اذا في ناس تختار العالم بيرسون سكويرد بيرسون. اذا اخترنا يوكليديان. الامر المهم جدا انه لازم ننتبه اليه هو ستاندرايز الفاريبلز. اذا الامر المهم جدا لنا هو الستاندرايز الفاريبلز. يجب أن نقوم بعملية transformation للداتا أو نقل البيانات. السبب، إذا رجعنا صفحة الإكسل، لاحظ معي هذه البيانات لا تعتمد على يونت واحدة، إذا لا يوجد هناك يونت واحدة لكل هذه الصفات. لاحظ معي هنا طول النبات في السنتيمتر، إذا الوحدة هو سنتيمتر، بينما هنا الليف اريا بالسنتيمتر مربع، البيوماس بالطن بالهكتار. إذا لدي وحدات مختلفة، لا يجب أن نوحد هذه الأرقام لتكون لها وحدة واحدة. فنقوم بعملية ما يسمى standardization. في عندك مئات المثل تستخدم في الستاندرايزيشن في الستاتستكس. طبعا أنا لست مختص بالستاتستكس لكن أحب البيوستاتستكس أهو. فنقوم بعملية standardization، هناك السوفت وير يختار لك طريقة الستاندرايزيشن، ربما السكوير روت او ما شابه ذلك. فاختار ستاندرد فاريبلز، ثم نمبر اوف كلستر ما يهم هنا 1 2 4، اذا نتركه 1. نضع اذا شو دندروجرام، دندروجرام يعني شجره القرابه، كستمايز. فنختار هنا بناء على ماذا تريد ان تجري دندروجرام، بناء على طبعا
الصفات الظاهرة في العمود الأول C1، نختار Select. ثم هل تريد شجرة القرابات تبين لك التشابه similarity أم الاختلاف distance؟ أنا يهمني الاختلاف ولا يهمني التشابه، فأختار distance ثم أضغط OK ثم أيضا أضغط OK، فتظهر لدي الآن شجرة القرابة الوراثية وهنا الديستانس. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هذه الأصناف على سبيل المثال الثلاث كانت متشابهة بدءا من هذه النقطة 17 حتى حوالي هذه النقطة والتي حوالي هي 2، ثم عند 2 اختلفت، حدث تشعب اختلاف، هذا اختلاف حدث بين بيم وما بين السبيديا والكيمياء، السبيديا والكيمياء بقيوا مع بعضهم ثم اختلفوا. لا يعني هنا حسب ما يقول التطوريون أو الذين يؤمنون بعملية التطور أن هون أن سبيديا كانت انحدرت من بيام، لا يعني هذا، هذا فقط تحديد قرابة وراثية بناء على 10 صفات، ليس لها علاقة بأن هذا انحدر من هذا أو هذا، لا نهائيا على الإطلاق، فقط تحديد شجرة تحديد قرابة وراثية، فليس له علاقة أي بأي شيء، وهذا كلام لا يدخل الدماغ من ناحية الإحصاء الحيوي أن نقول هذا انحدر من هذا وهذا من هذا، إنما فقط تحديد القرابة الوراثية بناء على أرقام معينة، هذه الأرقام البرنامج الإحصائي يشاهد أي الأرقام متشابهة بين هذه وهذه فيحدد نسبتها، وأي الأرقام مختلفة يحدد نسبتها ثم يرسم هذه الشجرة، فلا يعني أن هناك شيء انحدر من شيء أو هذا جاء من هذا، هذا أصلا على سبيل المثال هذا الصنف من أستراليا وهذا الصنف من سوريا، هل يعني هذا الصنف جاء عبر المحيطات ثم جاء وكان يعني متشارك الحياة مع الصنف الأسترالي؟ لا، إنما الشيء أنه هناك صفات، ال10 صفات هناك شيء مشترك ضمن هذه البيئة المزروعة فيه. إذا لاحظ أنا عندي سب جروبس، تو سب جروبس، الأولى تضم الكيمياء والهاي واللي هي أنماط إيرانية حبية، وهنا الجروب الثاني تضم أنماط حلفية وأنماط سكرية. إذا بهذا إذا ذهبنا إلى الفيجرز هنا نلاحظ نفس الشيء حصلنا عليه، هنا لاحظ كيمياء سبيديا بيان، أيضا هنا الصنف الخاص فينا ICSH 30-11-ABD، أيضا نلاحظ أنه منفصل قليلا عن المجموعة تحت المجموعة الثانية. إذا كيف سنقوم الآن بإجراء Principal Component Analysis؟ نقوم أولا بإغلاق التحليل هذا، إذا أردت أن تحفظه يمكنك أن تجري Copy Paste ثم نذهب إلى هنا ثم أيضا نغلق هذا، تبقى معنا صفحة جديدة. إذا نذهب إلى البيانات الأصلية، هنا نعمل كوبي جديد لسبب الآن ستعرفون، نضغط بيست. قبل أن نجري Principal Component Analysis لابد أن نجرى كما قلت Standardization Data. في Principal Component Analysis إذا لاحظ معي هذا هو Principal، لا يوجد اختيار أو خيار بإجراء Standardization Data، إذا يجب أن تقوم أنت بإجراء Standardization قبل أن تجري هذا النوع من التحاليل. كيف؟ السوفتوير نفسه يساعدك في هذا، نذهب إلى Calculation ثم نختار Standardized. إذا نختار Standardized تظهر لديك عدة مثل، نختار أول واحد Subtract Mean and divided، يعني اطرح المتوسط and divided by standard deviation، اختار هذا لمين لكل الفاريبلز اللي معنا هون، select. كيف سيكون الاوتبوت المخارج؟ هنا ستكون نفس الاسماء، نعطيها نفس الاسماء select. اذا اوكي، فلاحظ معي هذه البيانات تغير، اصبحت معنا قيم سالبة، حتى اذا لاحظت هنا اصبحت لدينا قيم سالبة، لكن الشيء الذي موحد بين أن كل هذه البيانات لديها 1 unit، يعني unit واحدة ليس لها سنتيمتر أو طن أو، إنما كلها بنفس النمط اليونت.
إذن يمكن أن تقوم بعملية كوبي لهذه البيانات، كوبي سيلز، وتذهب إلى صفحة الإكسل وتعمل بيست. أنا أعملها من قبل هنا قبل حتى نوفر وقت. ثم تذهب إلى عفوا تذهب إلى هنا عملية إغلاق، ثم تذهب إلى هذه البيانات من جديد كوبي وتضعها من جديد للبيانات بيست. إذا هاي بيانات الستاندرايز أو ترانسفورميتد المنقولة. نجري عملية التحليل الثاني هو البرنسيبل كومبوننت أناليسيس ستات مالتي فاريت برنسيبل كومبوننت. فنختار الآن الأوبزرفيشن والفاريبلز، سيلكت نمبر أوف كومبوننت، نحن نحتاج إلى 2، ونعتمد على الكوفيرينس. إذا أردت جرافز، طبعا جرافز هو المهم، فنختار سكور بلوت فور فيرست تو كومبوننت. اوكي، اذا اوكي، فيظهر لدي الان برنسبل كومبوننت اناليسيس. اذا طبعا تظهر نقاط الاصناف اللي درستها او الفرايتيز. فاذا اردت ان تظهر الاسماء نضغط رايت كليك على اي نقطه من هذه النقاط، رايت كليك، تظهر لديك قائمه هنا هذا الايديت العلاقه بالتحرير. Add، نذهب إلى Add ثم Data Labels، ثم نختار الأوبشن الثالث Use Labels، نضغط هنا في هذا المربع تظهر لدي القائمة هنا، فنختار أول عمود. كما تذكرون الأسماء الأصناف كانت في أول عمود، Select نضع OK فتظهر لدي الآن الأصناف. إذا كان في عندك تداخل بين الأصناف كما تلاحظون فبإمكانك أنت تغيرهم. لاحظ معي هنا هذه المجموعة هي الأصناف الحبية للإيرانية. لاحظ الصنف الخاص بنا الذي طورناه موجود في النهاية منفصل، ولاحظ هنا الأصناف التي كانت مجموعة مع بعضها البعض هي من النوع العبثية والسكرية. إذا هذه يمكن تجري أي نوع من التغيير بإمكانك أن تجريه هنا. وإذا ذهبنا إلى البيبر راح تلاحظ معي أنه هو نفس النوع، أنه الجرين كان لحاله عامل كلاستر، والصنف الخاص فينا كان بعيد جدا، أما السويت عامل أيضا كلاستر، وهنا الفوريج عامل كلاستر، الصنف السوري الرزينية كان بعيد شوي أيضا. إذا هاي بناء على الصفات المورفولوجية. إذا أي شخص لديه سؤال عن هذه هنا في هذا المجال الجزء الأول يمكن أن يضع في تعليق. إذا ننتهي من هذا الجزء، يمكن أن تقوم بعملية كوبي للجراف تحفظه في الوورد، وبإمكانك إجراء أي تغيير هنا، في إمكانك إجراء أي تغيير على التكست أو إضافة أي شيء، مثلا إذا تريد أن تضيف دائرة أو ما شابه ذلك، بإمكانك إجراء كل التغييرات التي تريدها. إذا كنت تفرغ اللون هنا في الدائرة بإمكانك أن تجري عليه. إذا نغلق الآن ثم نذهب إلى الجزء الثاني، وهو كما قلت لكم هو الواسمات الجزيئية. شو هو الواسمات الجزيئية؟ نحن استخدمنا في البيبر نوعين من الواسمات الجزيئية. إذا نشوف القائمة نرجع للبيبر، استخدمنا واسمات من النوع الرابد RAPD، واستخدمنا واسمات من نوع الـ ISSR. الرابد Random RA Amplified P Polymorphism D DNA، Random Amplified Polymorphism DNA هي قطع عشوائية من المتباينات المتباينة وراثيا تتواجد في الجينوم دي ان ايه. هذه القطع مثلا هنا نلاحظ لها فقط فورورد ليس لها ريفرس، هذه فرصة ارتباطها في الجينوم دي ان ايه كبيرة جدا، مثل تي جي اي جي 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 سي سي تي، لا يتجاوز عددها عدد حجم البريمر أو البادئ لا يتجاوز حجمه أكثر من 10.
عشوائي الارتباط يستخدم في البصمة الوراثية، دراسة البصمة الوراثية. أيضا من نوع الـ ISSR هو Inter Simple Sequence Repeat، إذا موجود يكون هذا الواسم أو القطع من الـ DNA ضمن اثنين من Simple Sequence Repeat. على سبيل المثال هنا موجود بين تتابع هو الـ AG، لاحظ AG أدنين جوانين 8 مرات، AG 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 8 مرات. أيضا هذا الواسم من نوع AC أدنين سيتوزين 8 مرات، AC 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 AC. في هون عندنا مثلا ISR7 عنده CAG سيتوزين أدنين جوانين 5 مرات، CAG 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 CAG، فيمكن استخدامه كواسم. باستخدام هذه الواسمات نحصل حصلنا على هذه الفيجرز كما تلاحظون. هو كلاستر اناليسيس و برنسبل كومن اناليسيس، راح نورجيكم كيف عملنا هذا التحليل. اذا ضروري هون انه نوضح شو هو الواسمات الجزيئيه السائده. احنا استخدمنا دوميننت ماركرز في كتابنا اللي قلناه في محاضرتنا الاولى السابقه عن نوع من التحاليل اللي هو Stability Analysis. كتابنا الدليل الوراثي الكمية وتقنيات الإحصاء الحي في تربية النبات، كثير في ناس بعثوا لي على الخاص انه بدهم نسخة هذا الكتاب. هذا الكتاب له حقوق طبع ونشر، وفي الحقيقة نحن لا نحصل اي منفعة مادية نهائيا. هذا الكتاب قديم من زمان، يعني ما كان فقط كان بهدف لإفادة الطلاب، وكتاب موجود كان أي واحد يشتريه أو مش شابه ذلك. في هذا الكتاب نحن تكلمنا عن فصول مهمة جدا في الإحصاء، مبادئ الأساسية في الإحصاء الحيوي وتطبيقات عملية في الإحصاء الحيوي. تكلمنا عن الواسمات الجزيئية والإحصاء الحيوي اللي هو اختصاصي أنا. في نوع أيضا تكلمنا عن في الفصل هذا الفصل ال 16 تكلمنا عن الواسمات الجزيئية، وعملنا كوبي find وانه يدور لنا عليه. اذا الواسمات الجزيئيه، اذا هذا هو الواسمات الجزيئيه الفصل السادس عشر. حدثنا في عن انواع مختلفه من الواسمات الشكليه اللي هو تكلمنا عنه في الجزء الاول من هاي المحاضره، وفي عندك الواسمات الكيمياء الحيويه والواسمات الجزيئيه او الديناميه والتي تظهر مواقع الاختلافات في الدينية، منها واسمات سائدة وواسمات سائدة دوميننت وواسمات خليطة كودوميننت. شو صفات هذه الواسمات؟ طبعا ما أنا أعطي محاضرة عن هذه الأمور، أنها ثابتة لا تتأثر بالبيئة بالظروف البيئية. تزودنا الواسمات الجزيئية بالتمثيل الحقيقي للتركيب المورثي على المستوى الديني، إمكانية كشف الواسمات الجزيئية في مراحل النمو الأولية قبل تطور النبات في المراحل المتقدمة، يمكن زيادة عدد الواسمات لما عندها حسب. فنتكلم عن الواسمات السائدة. واسمات السائدة هنا هاي الفرق بين الدوميننت والكودوميننت. فالواسمات السائدة تظهر وجود حزمة أو لا وجود حزمة. في حال كان هذا الواسم أو الماركر مرتبط في جين سائد فتظهر حزمة. لاحظ هنا إذا كان كابيتال A كابيتال كابيتال B كاتب كابيتال B أو كابيتال B سمول B تظهر حزمة. في حال كان سمول B سمول B لا تظهر حزمة. بعكس الكودومينانت إذا كان كابيتال B كاتب كابيتال B أو كابيتال A كابيتال تظهر حزمة، نفترض في الأعلى أو في الأسفل. إذا كان سمول A سمول A تظهر حزمة ربما في الأعلى أو في الأسفل حسب الوزن الجزيئي للقطعة الدي إن إيه. وإذا كان هيتروزايغوس أو متخالف اللواقع تظهر حزمتين. المهم لدينا سنتكلم عن هذا في محاضرة سابقة نشرح هذا الفرق بين الدوميننت كودوميننت، لكن هو انتظر. كيف نأخذ القراءات؟ نأخذ القراءات إذا عدنا في هذا الكتاب نوضح هنا لورقة بحث نشرناها ب 2011 في هذا الكتاب الكنبر لهذا البحث لي أجريناه في اليابان على نوع من الواسمات، بحث بسيط أيضا من نوع التنوع الحيوي نحن له علاقة بالبيو دايفرسيتي.
فلاحظ معي السيريان كالتيفرز وجابانيز كالتيفر من الشعير، بدنا نميز الفرق بيناتهم. فنلاحظ هنا على سبيل المثال، هنا لا يوجد باند، نعطيه قيمة صفر على هذا المستوى هون. إذا أخذنا هون قراءة فنأخذ واحد واحد واحد، هكذا تأخذ القراءات، واحد 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 صفر، واحد 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 صفر، واحد وهكذا. عندما تنتهي من هذا المستوى يفضل أنك إجراء عملية تكبير، نذهب إلى المستوى الثاني على سبيل المثال هنا، واحد صفر واحد 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 صفر واحد واحد هكذا. هذه البيانات تجمعها ثم تقوم بعملية تنسيق في صفحة إكسل. لاحظ الآن ظهرت معي الآن بيانات، هذه البيانات درسناها ليس على الشعير طبعا، على الذرة البيضاء، البحث خاص فينا. إذا الشعير له علاقة في الكتاب، إنما هنا علاقة في ورقة البحث. صفر 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 واحد صفر صفر هكذا لكل صنف. إذا كل سنة معنا هذه البيانات، لاحظ الأرقام كلها موجودة معنا هنا. إذا هذه البيانات لا تحتاج إلى ستاندرايزيشن على الإطلاق، لأنها عبارة عن واحد صفر، يعني نفس الوحدة. فنقوم بعملية كوبي لهذه البيانات، إذا نقوم بعملية كوبي، نذهب إلى صفحة ميني تاب، نضغط هنا و بيست. إذا دخلت معنا الآن الداتا. نقوم الآن بإجراء ستاتيك أناليسيس، نذهب إلى مالتي فاريت ونختار كلاستر أوبزرفيشن. إذا كلاستر لا نريد إجراء ستاندرز، هي مهمة جدا شلناها. إذا نمحي هذا القديم، نمحيهن حتى ما نخطئ. لاحظ معي الـ variables عندي كثير الآن، ليس من الاثنين لل 11 إنما عندي كثير. فعندي لل 195 فسلكت، تطلع معي C2 لل 195، طريقة نفسها، ما نصير نغير بين المورفولوجي بنختار طريقة والـ DNA الطريقة نختار طريقتين، لا لازم يكون وارد مثلا، وهون أيضا طريقة يوكليديان مثلا. Standardization of our data لما في داعي، number of cluster عادي، وال showing dendrogram إذا ناخذ distance matrix وال classification اللي أنا بدي إياه. إذا من جديد نختار C1، نختار select، أوكي أوكي. إذا ظهرت معي شجرة القرابة الوراثية بناء على الوسيمات الجزيئية. كما قلنا أن الوسيمات الجزيئية باختلاف أنواعها لا تتأثر في البيئة، وهذا ما نلاحظه هنا. لاحظ معي أن الأصناف السويت كلها اجتمعت مع بعضها البعض بشكل سب جروب، شكلت تحت مجموعة مختلفة عن البقية. إذا هذا يعطي قوة للتصنيف. إذا الدي إن إيه تصنيف باعتماد على الدي إن إيه، وسيمات الدي إن إيه هو أكثر دقة من التصنيف باعتماد على الشكلية، لأن الصفات الشكلية ما هي الطابع الظاهري، ما هو ناتج، ما هو إلا نتاج عن الطابع الوراثي زائد الطابع البيئي، التأثير البيئة زائد التفاعل بينهما. إذا الوراثي الظاهري هو البيئي وزائد الوراثي زائد التفاعل بينهما، بينما هنا لا يوجد أي تفاعل للبيئة، لا تتأثر البيئة. لاحظ معي شيء رائع جدا ما نشاهده الآن، إنه هذه الأصناف كلها إذا هنا إذا موجودة مع بعضها البعض. أيضا هنا لاحظ معي إنه الكيميا وسبيديا والبيان، لاحظ هذا إن أصناف كلها حبية عملت كلاستر لحالها، بينما الأصناف إذا العلفية عملت كلاستر لحال ما عدا الصنف السوري الذي هو يقع ما بين الحبي وما بين العلفي. شيء جميل أن ما نشاهده الآن بتصنيف دقيق جدا باستخدام الـ DNA markers، وهذا ما بيناه في البيبر هنا. إذا هذه البيبر لنا، لاحظ مع نفس النتائج هي نفس الآية. إذا هذه هي السويت سورغم أو الأصناف السكرية، وهذه الأصناف الحبية، وهذه الأصناف العلفية ما عدا الصنف الرزينية
يعني الصنف هو عبارة عن لاندريس، صنف قديم جدا يزرع من مئات السنين في سوريا هذا الصنف. الآن كيف نجري Principal Component Analysis باستخدام الواسمات الجزيئية؟ الأمر بسيط جدا، عفوا، إذا نضغط هنا No ثم نذهب إلى هنا. إذا نذهب إلى Stat Again Multivariate Principal Component Analysis ثم نختار الكل Select. إذا نختار الآن correlation how many principal component you need compute to compute how many number of component you need to الجرافز نختار هذا الأول الثاني أوكي. إذا نتأكد من جديد أوكي. إذا ظهرت الآن my first and second component بسيط جدا كما بينا في التحليل الأول. نضغط على أي واحدة من الدوائر هذه Add ثم نذهب إلى Data Labels ثم نختار الثالث ثم نضغط هنا فتظهر الأول هذا C1 اللي فيه أصناف Select OK تظهر لدي أسماء الأصناف من جديد. إذا إذا كان في تداخل بإمكانك تفصلهم and هنا في تداخل بإمكانك تصنف هنا إذا لاحظت في تداخل هنا وهي هنا إذا هذه هنا وهذه هنا. لاحظ معي أن الأصناف السكرية مجموعة هنا لوحدها كما بينت سابقا. إذا إذا الأصناف السكرية سوري هذه هي الأصناف السكرية هون. إذا هي مع بعضها البعض الأصناف السكرية والأصناف ال الكيمياء اللي هي الحبية هون شاهد معي يعني الكيمياء لوحدها والأصناف أيضا العلفية الإيرانية مع الأسترالية كلها علفية موجودة لحال هنا ما عدا الصنف السوري الرزينية كان بعيد عنه. وهذا النتائج أشياء مطابقة أيضا طبعا التحليل اللي أجريناه. لاحظ معي هنا الفوريج إذا هنا الفوريج لحال والجرين لحال والسويت لحال ما عدا الريزينية. الريزينية أخذ طابع بين الفوريج والسويت. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج هنا أن التصنيف باعتماد على الواسمات الجزيئية كان أكثر دقة في فصل الأصناف عن بعضها البعض حسب الأنماط الحبية والسكرية والعرفية. وهذا ما نلاحظه بـ Principal Component Analysis مقارنة بالتصنيف باعتماد على الصفات المورفولوجية. والسبب جدا وكثير كل الطلاب يعرفوا أن الصفات المورفولوجية تتأثر بالبيئة إذا تتفاعل مع البيئة تتأثر بالبيئة فلا يكون هو تعبير عن النمط الوراثي الموجود فيه. في النهاية الطالب ضروري وهذا قديم من البيبر يتواجد نوع من التحليل ما يسمى Mental Test. أنت لما تجري مقارنة ما بين التوصيف الشكلي مع التوصيف الوراثي لأن نريد أن نعرف مدى درجة القرابة ما بين التوصيف الشكلي والتوصيف الوراثي نقوم بإجراء ما يسمى Mental Test. هذا هو Mental Test هو مثل Correlation كأنك تجري علاقة ما بين طول النبات وعدد الجذور أو طول النبات وعدد الحبوب. أيضا نريد أن نجري علاقة ما بين العنقود الأول اللي هو المورفولوجي والعنقود الثاني اللي هو الجينوتايب الجينيتيكالي أو الدي إن إيه أو ما يسمى التقارب الكلاستر مورفولوجيكال كلاستر مع دي إن إيه كلاستر. إذا هذا المينتال تيست لا يمكن أن نجريه بالمينيتاب يمكن أن تجريه بشكل بسيط بإكسل شيت فقط ابحث على اليوتيوب تجد طريقة لحساب ميني تيست. ماذا وجدنا نحن عندما مينتال تيست عفوا وجدنا مينتال تيست غير معنوي العلاقة ما بين the mental test for matrix correlation between morphological distance matrix A and molecular distance matrix B it was non significant it was not significant at all R يساوي 0.0 يعني تقريبا صفر على probability 53%.
وعملنا راندومايزيشن 10,000 مرة، عملية التدويم. طبعا هذا وارد، السبب أن الأصناف هي أصناف دخيلة على هذه البيئة. الذرة البيضاء لا يزرع بشكل واسع في ألمانيا بسبب البرد، ولهذا السبب فنلاحظ أن هناك اختلاف ما بين الماتريكس من المورفولوجي والماتريكس من الدي ان ايه، اعتماد على الداتا من الدي ان ايه. إذا بهكذا نستطيع أن ننهي محاضرة اليوم الذي يحتاج إلى هذه البيبر. من لديه شغل أو عمل بحثي مقارئ لا يمكن أن أبعث له، إذا كتب تعليق بعث له لأنه ليست open access. أيضا من يريد أي استفسار يمكن أن يسأل، لكن اعذروني أنا لا أستطيع أن أقوم بإجراء تحليل لمئات كما حدث في المحاضرة الأولى. كثير من الطلاب بعثوا لي لكن لا أستطيع ضيق الوقت عندي، لكن إذا كان شخص محتاج فعلا فيمكن أن يجهز الداتا بشكل استثنائي، قد أستطيع أن أساعد عدد قليل من الطلبة. نلتقي، أدعو الله أن أكون قد وفقت بتوضيح كيف إجراء تحليل كلاستر أناليسيس أو برينسيبال كومبوننت أناليسيس باستخدام ميني تاب سوفت وير. إذا كان أي شخص لديه استفسار يمكن أن يكتب تعليق، لا تبعث على الخاص، اكتب تعليق على الموقع اللي سوف ينشر هذا البحث وأنا جاهز. يمكن أن أوضح أكثر سواء بتسجيل صوتي أو بكتابة تعليق ردا على استفساراتكم. شكرا جزيلا لكل المواقع التي ستنشر هذا التسجيل. شكرا للجميع.